خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. اليك الكلمه يا فاروق. من جديد ده بجد التحيه بالكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دور كبير بيقوم به الجهاز الفني في النادي الاهلي يعني على مدار الفتره الماضيه، فوز ببطوله منطقه القاهره ثم البطوله العربيه وبطوله المرتبط. انا معايا بها في هذه الاثناء الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن احمد، النهارده مباراه كبيره بني فيها شخصيه لعيبه النادي الاهلي، مهم جدا بعد الهزيمه والخساره الاخيره امام مصر التامين، عالجتوا الامور سريعا. النهارده بانت شخصيه لعيبه النادي الاهلي، كانت مباراه ليها اكثر من اهميه، ليها نقاط كتير جدا على النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك في حضرتك. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي ولاعيبته وجهازه ومجلس ادارته. طبعا انت عارف مباراه اهلي زمالك دايما بتبقى بطوله خاصه، ديربي خاص. الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور النهارده. عارفين ان في دروب شويه في المستوى وده ليه اسبابه، مش ما تقدرش انت تقول حجج، بس طبعا ليه اسبابه. طبعا انت الموسم بتاعك بادئ بدري، يمكن انت ونادي الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، طبيعي اي فرقه بتمر بمرحله ان الكيرف بينزل شويه. في اصابات مؤثره عندنا زي ايهاب امين واحمد حمدي، ظروف اسريه، ومروان سرحان اصابه، ثلاثه مؤثرين جدا في اداء الفريق. يمكن لو موجودين ممكن يبقى الشكل مختلف تماما. الحمد لله النهارده كان المكسب اهم من الاداء شويه. يمكن الاداء النهارده في وجهه نظري يعني ما يرتقيش اكتر من متوسط، ده مش اداء النادي الاهلي، ادائنا احسن من كده بكتير. لكن طبعا الهزيمه بتاعت المباراه الاخيره طبعا كانت حاطه ضغوط عليك والضغط عليك اكتر، ان انت هتلعب ديربي اهلي زمالك. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا النهارده وقدرنا ان احنا نطلع بالمكسب. مباريات الاهلي والزمالك دايما بيبقى الشغل النفسي اكتر من الشغل الفني، اكيد اشتغلتوا على الشغل النفسي مع اللاعبين، اهميه هذا المباراه خاصه ان اول مواجهه ما بين مستر جوستي بوش مع نادي الزمالك. والله هو بالنسبه لمستر جوستي الموضوع مش فارق خالص، لان هو راجل محترف، وجوده في الزمالك وجوده في الاهلي هو بيأدي شغله. ما كانش انا ما حسيتش خالص ان في لود عليه او ان هو مضغوط زياده في الماتش ده خالص، يعني نفس التحضيرات، نفس الروتين اللي بنعمله قبل الماتشات، نفس الفيديو ميتنج اللي بيحصل. لكن هو طبعا احنا اكتر بقى كنا حاسين بالديربي لان احنا عشناه كتير. هو عاشه السنه اللي فاتت. الحمد لله يعني النهارده اللعيبه ادت بنسبه معقوله التعليمات اللي كانت متقاله. زي ما قلت لك الاصابات ممكن تكون فارقه شويه في الاداء لان اللعيبه مهمه جدا مش موجوده، لكن اللعيبه اللي موجوده يعني وفت يعني بالمطلوب من الفريق. وفي لعيبه طبعا اكيد مستواها اعلى من كده، مستواها طبعا هيرجع الايام اللي جايه اكتر، ده امر طبيعي. كل اللي عايز بس ان الناس تساند الفرقه، تساند الجهاز، تساند مايكل تومسون. سمعت كلام كتير قوي عن ان مايكل هيتغير، ان في لعيب تاني مضى، ان حصل الكلام ده. الكلام ده ما فيش اي وجود لي ولا يعني الكلام ده بنسبه 100% غير صحيح حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي. مستر اوجوستي ما خدش اي قرار في اي حاجه من الكلام اللي بيتكتب ده. الكلام ده لو انت بتحب النادي الاهلي انت كده بتضره وانت مش عارف، لان انت دلوقتي بتتكلم على لعيب ان هيتم تغييره وان لعيب جاي مكانه في يوم مباراه اهلي زمالك، والنفسيا اللعيب ده يلعب ازاي. ودلوقتي السوشيال ميديا مخليه كل الناس عارفه ايه اللي بيتكتب وايه اللي بيتقال، ومش مش هنغفل ان هي اكيد متشافه السوشيال ميديا. فطبعا انت لو انت بتحب فرقتك وبتحب ناديك ما ينفعش ان انت يوم الماتش تكتب ان اللعيب ماشي ومش اللعيب ماشي. يعني اللعيب هيلعب ازاي؟ هيلعب ازاي اللعيب؟ طبعا وهو لعيب كويس، ممكن بيحصل هبوط في مستواه وصعود، لكن هو مريح الكوتش في السيستم بتاعه. صاحب القرار الوحيد هو المدير الفني ان هو في تغيير اللعيب من عدم تغييره. طبعا بيستشير الجهاز الفني كله، فالكلام اللي مكتوب ده عالي تماما من الصحه. كابتن احمد، يعني قلت نقطه مهمه جدا واتكلمت، قلت انت مش راضي عن الاداء النهارده، لكن في النقاط الايجابيه اللي شفتها النهارده في المباراه استغلال الرميات الحره، ودي من اعلى المباريات اللي النادي الاهلي استغل فيها الرميات الحره، كانت النهارده نقطه فاصله في المباراه. يمكن احنا مركزين على الموضوع ده، ان احنا دايما كنا حاسين ان احنا نسبه الفاول شوتنج عندنا مش كويسه، فدايما بيحصل تمارين عليها في اخر التمرين. والحمد لله يعني النسبه النهارده كانت معقوله وفي احسن ان شاء الله.
اكيد طبعا مش هكون راضي عن الاداء، لان ده مش ادائنا. الاداء بالنسبه لي يعني النادي الاهلي المفروض اداؤه يرتقي لمستوى الاداء اللي كان موجود في البطوله العربيه وفي النهائي المرتبط، بس انا زي ما بقول لك ده امر طبيعي ان دايما في وسط الموسم بيحصل انخفاض شويه في المستوى، مفيش فرقه بتفضل ماشيه على خط واحد، لازم بيحصل الكيرف بينزل وبيطلع. اهم حاجه ان الكيرفك يبدا يطلع في شهر 4 و5 اللي هم البيست اوف 5 بقى، اللي هو بيبقى حسم بطوله دوري السوبر ودوري وكاس مصر، وان شاء الله احنا مخططين لده كويس. والاصابات واحده واحده هترجع لنا، ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله ايهاب يبقى معانا، مروان قدامه شويه، حمدي ان شاء الله يعني قريب ان شاء الله باذن الله يرجع، فان شاء الله باذن الله كلنا يعني ثقه في الفريق وفي الجهاز ان شاء الله يفرحوا الجمهور السنه دي بكل البطولات اللي يخشوها. ده ما فيش حد بيوعد طبعا ببطوله او بمكسب، لان دي في علم الغيب، لكن ان شاء الله باذن الله هنعمل اللي علينا وهنقتل نفسنا وموت نفسنا في الملعب عشان نفرح الجمهور باذن الله. كرك كابتن احمد، وبالتوفيق في المباراه اللي جايه باذن الله. ان شاء الله، ميرسي، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقانا مع الكابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اتكلم في نقاط مهمه جدا واتكلم ووضح وكلام كتير جدا يعني ويتم يعني اثارته خلال الفتره الاخيره على السوشيال ميديا. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي في المرحله القادمه. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقائنا مع الكابتن احمد الجرحي، وكالعاده بيعهدنا طبعا بصراحته وبيحطنا على الموقف انه طبعا الفرقه ما كانتش في احسن حالتها، بس بيوعد ان شاء الله جماهير النادي الاهلي باذن الرحمن النهارده انها ترجع لسابق المستوى اللي احنا واخدين عليه، وان شاء الله باذن الله احنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين.